أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كفاءة الإمارات. كما عودناكم دائما نختار لكم الأفضل والأكثر تميزا من زاوية حلقتي للعناية بالرجال. لهذا اليوم نستضيف الأستاذ محمد عبد الله من سوريا. بداية مساء الخير. مساء الورد. هلا. لو نبتعد عن الألقاب ونعرف سادة المشاهدين أكثر، من هو محمد عبد الله؟ أنا محمد عبد الله من سوريا، واشتغل بمجال الأحلام من 2004 بسوريا، وانتقلت على الإمارات بال 2006. بلشت شغلي هون بالإمارات بال 2006، وأول صالون اللي فتحته بال 2010. الحمد لله من 2010 لل 2019 توسعنا، صار في عنا 3 أفرع، هذا الفرع الثالث. استثمار داخل دولة الإمارات هو أهم مكان للاستثمار، هي كبلد رائدة وبلد كاستثمارات كتعدد الجنسيات الموجودة فيها، هذا كتير مهم. وبنفس الوقت الأمان اللي موجود، الأمن والأمان اللي فيها هو اللي بيشجعك إنك تستثمر وتحطي فلوسك فيها، وهي كبلد تجارية وحيوية إنه الإنسان يتشجع ويعمل استثمارات فيها. وكيف بتكون طبيعة عملك طوال اليوم؟ الحمد لله أنا في عندي ستاف قوي بقدر بعتمد عليه بأفرعتي كاملة، وفي عندي إداريين بكل فرع في مدير. فأنا أكثر شيء تركيزي هو أني يوميا أكيد بلف على أفرعتي كاملة، ومشان أعطي حق لكل فرع. ومثل ما قلت لك أنه أنا في عندي ستاف قادر يقوم بهالمهمة ويتبع. وعندنا الخدمات كخدمات موجود الحمد لله كامل، السبا، خدمات للشعر، في نحن نقدم خدمات للتريتمنت كالمينيكير بيديكير فيشل صبغات كامل. مبسوط، مرتاح، يكون حاسس بجو نظيف ونقي، خدمة حلوة، جدا مهم انه يطلع ويكون نفسيا وكل شيء هو طلبه قدمنا له اياه واكثر. هذا الشيء كثير مهم بالنسبة لنا كارضاء العميل، هو رقم واحد، هذا الشيء اللي ميزنا الحمد لله. فسر نجاحك على الصعيد المهني وعلى الصعيد الشخصي، يعني لو وصولك لهي المرحلة أكيد في سر نجاحك. سر نجاحي هو رضا أمي الحمد لله، هذا بالنسبة لي هو أهم سر نجاح، رضا رب العالمين ورضا أمي. لو نتكلم شوي عن المستقبل، فإحنا يعني إحنا بنعرف إنه في 3 أفرع لإلك، فشو هي الأفكار اللي جاي حضلك على مثلا مستوى يعني هذا المجال، أو يمكن مثلا تتفرع في نفس المجال أو تسوي لك شيء ثاني؟ إن شاء الله هلا في عندنا خطة نتفرع بنفس المجال بس برا، حيصير إنه الاسم على الصعيد العالمي مش بس بالإمارات. نتطرق شوي لدولة الإمارات وهي نعمة الأمن والأمان ودورها في الاستثمار ودورها في الحياة اليومية، فشو تعني؟ الإمارات هي بلدي الثاني، وأكيد أنا بتشكر شيوخ الإمارات والحكومة القائمة على
كل شيء نحن بيقدموا لنا اياه والتعب اللي عم يتعبوه كرمال الامن والامان ويوفروا لنا كل شيء، والخدمات الذكيه اللي حاليا الشيخ محمد الله يطول بعمره اللي عم يقدمها للحكومه وللشعب، وهذا شيء كثير مهم لنا وعم بيصير جدا مريح لنا. فيك تخلصي كل شيء وانت قاعده في مكتبك او بمجال عملك بدون اي تعب واي مشقه. في الاخير هنالك رساله لشخص او اشخاص كانوا داعمين استاذ محمد عبد الله بمسيرته المهنيه، فمن يستحق الشكر؟ شريكي فيصل الخاجة. طبعا احنا بنوجه له تحيه من خلال هذا كمان. اكثر انسان كان جنبي واقف معي، واحنا كثير بنشكرك على هذا اللقاء الجميل ونتمنى نشوفك على الصعيد الوطني والعالمي لمنا ان شاء الله. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بكفاءات جديدة. دمتم في أمان الله.